بخصوص تدخل الامني والمقاربه الامنيه اللي تنهجها الامن هنا بفاس، يعني شنو ردكم عليها؟ وخصوصا شفنا واحد الفيديوهات بعد ما صحت هذه الفيديوهات اللي كاينه في الانترنت. يعني صحيح، فهذه شرائط الفيديوهيه مرتفعه، قامت مجموعة الأطر المجازة المعطلة لجنة الإعلام يعني بنشرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لتبرز بشكل واضح وملموس يعني المقاربة الأمنية الشديدة التي مورست في حق جماهير الأطر المجازة المعطلة بفاس. يعني كانت المجموعة يعني عبر مختلف محطاتها النضالية يعني قلت تتبنى النضال السلمي يعني في إيصال صوتها إلى الجهات المسؤولة، إلا أننا نتعرض دائما إلى مقاربة أمنية محضة وإلى تدخل أمني عنيف في حق الأطر المجازة المعطلة، كان آخره هو التدخل العنيف يوم الخميس الماضي 22 دجنبر 2011 على الساعة 11. كانت المجموعة تقوم بمسيرة احتجاجية سلمية انطلقت من المركز الجهوي للاستثمار يعني في اتجاه مجلس جهات فاس بولمان، إلا أن هذه المسيرة الاحتجاجية التي تسكنت أحد مستشفيات، لا أريد ذكر هذا المستشفى يعني من أجل الحفاظ على سلامة معطلين، فهو يتواجد بأحد المستشفيات لحد الآن لحد الساعة لتلقي يعني مختلف أنواع العلاجات إلى حين يعني إفاقته من هذه الصدمة الذي تعرض لها بسبب تدخل القمعي العنيف. يعني نرفض أشكال العسكرة، نرفض أشكال البولسة، نرفض كل أشكال الحصار، نرفض كل أشكال التضييق من الحريات الذي يتعرض. نضالكم هو نظام سلمي، نضال سلمي، قلت نعتمد نضال سلمي، يعني لسنا بفوضويين نرفع شعار مانا بلطجي مانا إرهابي، هذا حقي به النادي. يعني لم يثبت على المجموعة أبدا أنها استعملت أنواع السلاح أو أنواع الحجارة أو أنها قامت بمحاولة قطع الطريق العمومية، فهي فقط تعتمد يعني مسيرات احتجاجية سلمية، وقفات احتجاجية سلمية، اعتصامات احتجاجية سلمية، وربما في بعض الأحيان اقتحامات للجهات المسؤولة التي تأتي ضدا يعني على السكوت المطبق الذي تنهجه الجهات المسؤولة، أخص بالذكر ولاية جهات فاس بولمان وكذلك المجلس البلدي لمدينة فاس وعمادة مدينة فاس. الجماهير الشعبية المغربية، يعني نحن كأطر مجموعة الأطر المجازة المعطلة بمدينة فاس، يعني نطالب بتمكيننا من حقنا العديل والمشروع في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط. اليوم يعني كما تلاحظون فهي يوم الاحتجاج بمدينة فاس، يعني ضدا على واقع التهميش وواقع العطالة الذي تنهجه مختلف الجهات المسؤولة على ملف التشغيل في حق جماهير المعطلة بمدينة فاس وفي حق جماهير المعطلة بجميع تراب المملكة المغربية، يعني في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجابات حقيقية وسريعة وفورية وموضوعية لمختلف المشاكل الاجتماعية المطروحة. تلاحظون احتجاجات للمعطلين، احتجاجات لأرباب وسائقي النقل، احتجاجات لساكنات بن سودة نجيد، الوالي السيد محمد غرابي يرفض بالبت والمطلق الحوار مع الجماهير الشعبية والإنصات إلى همومهم ومشاكلهم، وهذا ما نستنكره وندينه، نطالب يعني بحوار عادل بإيجاد حلول لهذه الطبقات المسحوقة من المجتمع، لأنها عانت من الضيم، عانت من الحقرة كما نقول الدارجة المغربية، من القهرة، من الاستغلال. يعني كفانا من هذه الممارسات، كفانا من المقاربات البوليسية والمخزنية، يعني نريد واقعا اجتماعيا عادلا يعني وفق ما نص عليه الدستور المغربي ووفق ما عبرت عليه الجماهير الشعبية المغربية يوم 25 نوفمبر 2011 التي شكلت قطيعة مع كل الأحزاب التي تسببت في هذه الأزمة التي يعاني منها الشعب المغربي الحالي، لكل هموم الشعب المغربي ولهموم الجماهير المعطلة بمدينة فاس. كانت هذه
كلمة لمجموعة العطر الموجزة المعطلة بفاس. نحيي عاليا جميع جماهير الشعبية المغربية. نطالب جميع الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية بالتضامن وبتبني هذه القضية التي هي قضية جميع العائلات، قضية جميع الشعب المغربي. إلى هنا تحية عالية لكم، دمتم ودمنا للنضال أوفياء. بالنسبة للقضية ديال الصمت، سياسة الصمت التي نهجها الوالي، فسياسة الصمت التي نهجها الوالي قلت أنها سياسة مرفوضة. نطالب بحوار، وليس الحوار من أجل الحوار، وإنما حوار من أجل إيجاد حلول جذرية عميقة موضوعية لواقع. إلى غياب قطاع معصرا ومهيكل، أو حتى إذا فرضنا أن هناك قطاع خاص يعني يستجيب للشروط والمتطلبات الدولية في التشغيل، نجد أن السياق التعاقدية التي تناجوها يعني مختلف المؤسسات الخاصة فهي سياق مرفوضة. هناك عقود مؤقتة، ليس هناك احترام للساعات الأدنى للأجور، كذلك ليس هناك احترام للحد الأدنى للأجور. يعني نحن يعني لا نطالب فقط بالوظيفة العمومية من أجل الوظيفة العمومية، لأن وصلنا إلى قناعة أن القطاع الخاص لا يمكنه في هذه الظرفية الراهنة والحالية أن يقوم بالمهام المنوط بها. يعني نحمل الدولة كافة المسؤوليات يعني بهذا الخصوص، وبما أن الدولة لم تتحمل مسؤولياتها فيما يخص القطاع الخاص، فمطلبنا فهو مطلب عادل ومشروع في التشبث بالوظيفة العمومية كحل يعني جذري وحل موضوعي يضمن الاستقرار والكرامة والعدالة لهذه الفئة العريضة والواسعة من المجتمع المغربي. في ظل غياب هذا الحوار، بينكم وبين الجهات المسؤولة، ألا ترون أن الحالة الاستثنائية التي يعيشها المغرب حاليا هي اللي هي مرحلة انتقالية ما بين الحكومة السابقة والحكومة اللي غتنصب بعد أيام؟ ألا ترون أن من الأحسن أنكم تنتظروا في ظل غياب أن أي قناة حوار ما بينكم وبين الوالي؟ يعني قلت في ظل غياب هذا الحوار يعني ننتظر من الحكومة الجديدة مرؤوسة بالسيد عبد الإله بن كيران، قلت إيجاد أن تقوم بإيجاد حل فوري وعادل ومشروع. نحن كمجموعة العطر الموجزة المعطلة بمدينة فاس نعتمد النضال السلمي من أجل تحقيق هذا المطلب العادل والمشروع. يعني نعبر عن حسن نية، فنزولنا إلى الشارع ليس نزولا من أجل خلق الفوضى. إذن هو رسالة مستقبلية للحكومة، فهو رسالة واضحة ودقيقة إلى الحكومة المقبلة، يعني استمرارنا في الشارع لأجل لفت الانتباه ولفت أنظار جميع المسؤولين إلى هذه الفئة التي عانت من مختلف أشكال الحيف والظلم والاستبداد والاستغلال الذي مورس في حقها. ننتظر ونحن صامدون في الشوارع يعني إيجاد حلول من طرف حكومة السيد عبد الإله بن كيران. إلى ذلك لن نتنازل عن نزول إلى الشارع لإيصال صوتنا المشروع، صوتنا العادل في المطالبة بتحقيق مطلبنا العادل والمشروع، ألا هو توظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. شكرا جزيلا. شكرا.
علينا العديد مجموعة الأطر المجهزة المعطلة، يعني كما تلاحظون فمجموعة الأطر المجهزة المعطلة بفاس تأخذ اعتصاما مفتوحا ضدا على واقع الصمت الذي سنهجه الجهات المسؤولة من داخل جهاز مجلس جهة فاس بولمان. ربما كان هناك أخبار يعني وردت لنا من مسؤولين من داخل الولاية أنهم يلتزمون الخوض حوار جاد ومسؤول مع جيوش المعطلين المرابطة أمام مقر مجلس جهة فاس بولمان، لكن فوجئنا بتراجع الجهات المسؤولة على هذا الوعد، وأخص بالذكر كافة الجهات المسؤولة من داخل مجلس جهة فاس بولمان التي وعدت بحوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول واقعية، حلول موضوعية من أجل احتواء مشكل العطالة، ولكن ربما هذا الشيء فهو ليس غير من أجل ضرب هذه الحركات وتفريقها، وهذا كما قلت يعني سابقا فهو ليس غريب ومعهود دائما على الجهات المسؤولة من داخل مجلس جهة فاس بولمان. ندين ونستنكر مجددا هذه السياق، هذه الأشكال التي تحاول ضرب صميم الحق العادل والمشروع للأطر المجهزة المعطلة، ونؤكد على تشبثنا بمطلبنا العادل والمشروع في التوظيف المباشر، واستمرارنا في خوض معاركنا وأشكالنا النضالية السلمية، قلت السلمية وليس كما تروج له بعض الجهات عبر مراسلات مغلوطة تحاول إعطاء صورة ضبابية، صورة مغلوطة عن أطر المجهزة المعطلة باعتبارها مجموعة مشاغبة يعني تخلق الفوضى وتقوم بسب والقذف بحق المسؤولين، فهي مجموعة تعتمد النضال السلمي، ولازلنا متشبتين بمطلبنا العادل والمشروع وبنضالنا السلمي. شكرا. وتحية نضالية لكم. شكرا.